حاولت تساعدنا، حاولت تخلي هذا الشعب الصهيوني يتركنا، واحنا زي كأننا اصلا مش موجودين، ولا حد ساعد، ولا حدا حس بغزة. غزة عم بتموت، عم بيموتوا الناس حاليا، عم تنهد البيوت كلهم عليهم، هم واهاليهم وعمامهم واخوالهم واخوتهم وهم نفسهم، ايه حتى هم متوجعين. كيف سامعين كيف سامحين لغزة هيك يصير فيها؟ هي جزء منكم، اشي منكم، كيف تدعوها انها هي بس تكون بالنسبة لكم ولا شيء؟ لازم تكونوا ايد واحدة مع بعض، كلنا كلنا نكون بيد واحدة نساعد غزة ونحرر فلسطين، مش بس غزة اللي هي بس مع بلد حرر، يعني إلا الحرية ولا غزة ولا كل المدن العربية، احنا نتحرر خلاص. ضربتونا ضربتونا، قتلتونا قتلتونا، متنا متنا، انضربنا انضربنا، وحقنا ان احنا نعمل ونساوي، ما نضلنا محبوسين بمكاننا ببيوتنا خايفين. احنا نطلع نتحرر، نعز بالحرية، نعز بالأمان.